هاي سورة اليوم أنا بسميها، سبحان الله والله سواها. هذه أنا كنت مع الوالد، أعطيت واحد كنا زي الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت له صورها، وصورها وطلعت قبة رسول وجدنا نبينا شفيعنا طبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على رأس الوالد. شو هاي صورة عجيبة، وهذا اللي على يسار الوالد سيد علي حسين سيد إبراهيم الرفاعي وتخالي، وبعدين أنا، وبعدين خالنا السيد حامد سيد إبراهيم سيد حسين الرفاعي سبحان الله رحمهم الله. هذه على ما أظن سنة 2006 في المدينة 2006 المنورة. بس شوف العجب، سبحان الله، والنور راح صوب رأس الوالد. شوف النور الدائري والشحطي، ما شاء الله 2006. اي والله، شوفوا على رأسه جاية كرس ريت، سبحان الله. وهذا لأنه محب ونشر طريقته، الطريقة الرفاعية الصوفية، وكان يدافع عن صلى الله عليه وسلم، وكل يزوره واثاره في كتاب النصيحه لاخواننا علماء نجد، ورد المحكم منيع شبهات بن منيع، دافع محمد السيد علوي المالكي محدث الحرمين، وكتاب صفه صوفي ضوء الكتاب والسنه، وكتاب سيد احمد الرفاعي، وكتاب مسائل كثيره حول النقاش والجدل مع محمد نور سويد الحربي، احمد زين الاصبيط اللي الشافعي اليمني، وكتاب ادله صلاه القنوت، وايد كتب سوى ونشرات. وشنو بعد نتذكر منهم؟ بس كنت صوره بامر الله ورسوله، لانه هو محب له. الصوفي الصوفي ذول اي وايد والله، كتب امام الرفاعي وغيرهم، وشكرا فاتح على روحهم جميعا. والنور لا زال، والقبه خضراء، وهو مع هدم الايمان الشرعي هي الخضراء بعد، سبحان الله.